السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الفردوس الأعلى مستقرنا وإياكم. حرف الجيم من الحروف برضو اللي عاملة مشكلة لكتير من الناس، هي سهلة بسيطة جدا، بس انتبهوا لشغلة مهمة جدا 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 جدا. شايفين جا جو جي أجا أجي أجو أجن 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 يجنن. في عنا جيم شامية وعنا جيم سودانية، وأهل السودان هذول عاملين فينا مشاكل، الله يهدينا وياهم. الجيم الشامية خطأ والجيم السودانية خطأ، وفي كلتا الحالتين المخرج وين الخطأ بيكون؟ في الجيم الشامية، جيم جيم جيم، الجيم الشامية فيها شوية همس، المخرج هو نفسه، ولكن همسين مش راضين يجيبوا لي صفة الشدة في الجيم، فراحوا بدلعوها فهمسوها. السودانيين لا، السودانيين الجيم مخرجا، الجيم مخرجا هنا دخلوا لجوه شوي. اذا المشكلة عند الشاميين وين؟ نفس المخرج ولكن ما اعطوه صفة الشدة والجهر. في السودانيين ايش عملوا؟ لا، حركوا المخرج الى الداخل شوي فصارت جيم سودانية صوتها مش صح. طيب العمل وين مخرجها؟ هذا هو مخرج الجيم، وسط اللسان. يا عالم لما اقول وسط اللسان، شايفين هذا كله، هذا لسان كله، لكن انا باخذ المنطقة اللي بتتحرك في اللسان، لما هاي مع منطقة القاف، بعدين روحي لقدام من الوسط الطرفاني، لما اجي اخذ من هنا لهنا وسط الطرف، وسط الطرف مش وسط اللسان نفسه من عند القاف الى هنا، لا، اذا بدي اخذ من عند القاف الى وسط اللسان بدي اجي هنا عشان القاف، عشان الجيم. اذا وين انا اروح؟ انا وسط اللساني الطرفاني المتطرف هذا، يعني من عند الحنك العظمي لجوا للحنك العظمي للسان، خدي وسطه. هاي كيف بدي اعرفها انا؟ مش معقول اطلع لساني واجيب مسطرة هاي صعبة. بسيطة جدا، الجيم في عندي المنطقة هاي، انت عندي اسنان وانا باشرح حركي لسانك وتحسسي المنطقة اللي انا بحكي لك اياها، يعني حتوصلي الاسنان، بعد الاسنان المنطقة اللي جنب الأسنان بالضبط بالضبط، ها هذه منطقة اللام، ال، واعملي ال، تمام. طيب ادخلي شوية 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 لجوا حتطلع لك النون، ان ان، تمام. ادخلي كمان شوي شوي حتطلع معاكي، حسسي حسسي، ها منطقة عظمية كلياتها، بعدين في منطقة حتحسيها هنا متعرجة، المنطقة المتعرجة هيك في عندك فوق، منطقة هيك عظمية متعرجة، هاي منطقة الرا را را، تمام. قولي أر، هذه منطقة التعرج، ها اللي فيها تعرج، طيب يعني جلد مكرمش هيك، مش عارفة ايش بدي احكي لكم، هذا هو واضح كلامي، انت حسسي بس بلسانك حتحسي. طيب بعدين وانت بتحسسي هيك حتحسي انه كان في عظم، منطقة عظم، بعدين صار في عنا منطقة هيك داخلة لجوا، صار في مطب في الداخل، يعني انت ماشي هيك اسنانك لام نون را المنطقة المتعرجة، بعدين حتحسي انه منطقة نزلت لتحت، ها صار عندي غار، صار في عندي غار، عارفين يا جماعة؟ مش عارف، حسسي حسسي بلسانك حتى وصلي لها، اعملي هيك
بعدين بتحسي انه في صار ما ضلتش كلها منطقة هيك، لا في منطقة صارت زي الغار، منطقة الغار، بداية منطقة الغار، هاي منطقة الجيم في السقف، في سقف الحلق. طيب لساني اجا، انت بس اعكفي لسانك لتحت، نزلي شوي لتحت الطرفان، ها حتوصلي الى المنطقة هاي، وقولي اجا اج جا جا جا. ما تحاولي تخافي من حكاية الهمس، المهم اعملي اللي بقولك عليه، اقرعي بقوة، اقرعي بقوة، اقرعي بقوة لانها شديدة، زي ما قلنا بالقاف اق، هنا اج اج، بس وين المنطقة حددت لك اياها؟ جا في لسانك، ها جا، ومنطقة عريضة، منطقة عريضة، كل هذه المنطقة تشتغل في الجيم أجا، ما مش منطقة مش هاخد جزء نتف من الطرف من الوسط وأقول لا، هذه منطقة جا جا أجا جو جي أج ج ج ج. لا تحاولي أبدا إنه تخليها مكتومة على الآخر، في إلها شوية هواء خفيف جدا ما بينسمع، ولكن بيخفف صوتها، وإلا حتصير جيم سودانية. خلاص ج ج ج ج ج ج أج أجو أجي الرجي جي جي الرجيم، هذه الجي. إذا أهم حاجة فيها صفتين، صفة الشدة وصفة الجهر، جهر جا جو جي، وين مكانها؟ وسط اللسان كله، كل منطقة وسط اللسان قلت لكم عريضة مع المنطقة الغار، بداية الغار، بداية الغار، أجا أجو أجي أج ج ج أج أج، شايفين كيف؟ هيك هيك ضربها، مش هيكون هيك القاف كده ق ق ق، لا الجيم هيك أج، ليش؟ لأنه في هنا منطقة اللي هي يمكن تشوفوها، هاي المنطقة يا رب بسم الله، هاي كلياتها لو حسستيها، حسستيها بلسانك حتلاقيها كلها هيك عاملة أرض مستوية، أرض مستوية، بعدين فيها تعريج، لكن بعد التعريج هذا حتدخلي إلى هيك دخلة لجوه، حيصير في دخول إلى الداخل لفوق، هاي المنطقة، هاي المنطقة، هاي هذه المنطقة هي اللي بتضربي فيها الجيم بس بالشكل أج ج أج بالشكل هذا، لسانك هيك بعمل، بعملش، لا القرع ما حيكون بالشكل هذا، حيكون واضح الكلام. اذا اج جا اجو اجي اجن، هذه هي الجيم، بس تجيبيها من طرف، من يمين، من يسار، تبعديه حتصير فيها صوت غلط، فتنتبهي للحرف الجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واضح الكلام؟ إذا اعرفي وين المركز في الجيم، كل لسانك هاي المنطقة كلها بتشترك في إخراج الجيم، وليس جزء منه أو يمين أو يسار، لا كل هاي المنطقة تمام، وبتضرب مش هيك، هيك ليس هكذا، يعني مش من فوق لتحت هيك رأسي، لا بالشكل هذا، واضح؟ هذه هي الجيم فقط لا غير، وإن شاء الله تتيسر لكم وتصير صحيحة، اتدربوا عليها. أجا أجو أجن أجن جا جو جي أجا أجي أجو، واضح؟ ما تحاولي أبدا تكتمي صوتها على الآخر ولا تهمسيها،
فيها، اللي بيسمعني بيقول والله فيها شويه هواء، في هواء بيوصل لك الصوت، في هواء بيشتغل بيوصل لك الصوت، كيف بده يوصلك اذا ما في هواء يوصل؟ ولكن لا يسمع، لا يسمع كحرف مهموس، مش زي ما بقول اك ك ك، هذه كاف مهموسه، واضح الهواء، سامع صوت الهواء، لكن الجيم اج ج ج ج ج ج ج، واضح؟ وهذه هي الجيم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يا رب الكل يتقن، واللي يتقن يبعث لي رساله ويسمعني صوته، ويا ريت اللايك والشير، ومش عارفه شو هي الثانيه هذه اللي بيقولوا عنها سبسكرايب ولا مش عارفه شو، مش مشكله. حقيقة أنا يعني الأجانب لما يجوا يتعلموا العربي وما يعرفوش ينطقوا، زي ما أنا ما مش عارفة ألفظ هاي الكلمة، مش عارفة. يلا إلى اللقاء، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلى اللقاء.